مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بيكم ولقاء جديد ومختلف من برنامجكم نور الحياه. النهارده موضوع حلقتنا جديد جدا ومختلف، وهنتكلم فيه عن موضوع زراعه الاسنان. احنا اتكلمنا قبل كده عن الاسنان بس الحقيقه ما ذكرناش خالص زراعه الاسنان، فالنهارده هنكلمها باستفاضه كامله جدا مع دكتور متخصص في هذا المجال وصاحب اسم كبير وقيمه علميه كبيره في هذا المجال، وهو الاستاذ الدكتور حسام محفوظ، استشاري جراحه الفم والاسنان، ماجستير جراحه الوجه والفكين وزراعه الاسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. بس اسمحوا لي مشاهدينا نروح لفاصل صغير نتعرف أكتر على ضيف اللي منورنا ومشرفنا النهاردة، ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد الفاصل مع ضيفي اللي منورنا ومشرفنا النهارده صاحب الاسم الكبير والقيمه العلميه الكبيره والمتخصص في زراعه الاسنان، وهو الاستاذ الدكتور حسام محفوظ، استشاري جراحه الفم والاسنان، ماجستير جراحه الوجه والفكين وزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الالمانيه لزراعه الاسنان. بنرحب بحضرتك يا دكتور. انا سعيده جدا جدا بلقاء النهارده. انا طبعا حضرتك من الشخصيات يعني المعروفين، هم علامه في مجال الاسنان وبالذات يا دكتور موضوع زراعة الأسنان. أنا طبعا زراعة الأسنان الواحد قبل ما يقدم عليها لازم أبقى عارفة كويس طبعا الدكتور، يعني طبعا أهم حاجة طبعا في الوجه هي اللي بتبين مظهر الوجه طبعا هي الأسنان. فعلشان كده أنا النهاردة سعيدة جدا جدا بلقائي معاك النهاردة يا دكتور، ويا رب يخليك. وفي البداية يا دكتور عايزاك حضرتك تعرف كل السادة المشاهدين إيه هي زراعة الأسنان، لأن في ناس كتير جدا مش عارفينها وما عندهمش علم بيها. هو بداية في لبس شوية مع الجمهور في بين زراعة الأسنان والتركيبات. احنا هنبتدي كده قصة من الاول، ان اي فقد الاسنان بيبتدي الانسان بيفكر ان هو يحط سنة بديلة ليها. السنة البديلة دي او عدد من الاسنان، وبيحط عدد من الاسنان بديلة. فابتدى من زمان ان احنا نفكر في ان احنا نحط التركيبات اللي هي بتتشال وتتحط. اللي هي المتحركة، اللي هي كانت زي الاطقم والحاجات اللي هي بكليبسات وتسند التركيبة على السنان اللي حواليها والانسجة اللي في الفم. بعد كده اتطور الموضوع شويه وابتدى الناس تتعاني من ان حاجه بتشال وتتحط، فابتدوا يفكروا ان هم يحطوا الجسور او الكباري او الطرابيش اللي هي بتبقى ثابته في البق، بتبقى سانده على الاسنان سنه قبليها وسنه بعديها، بتستغل الجدر الطبيعي، الجدر اللي هو في بق الانسان، وبنحمل عليه المسافه الفاضيه اللي هي موجوده في الفم سواء سنه او اثنين او ثلاثه. حاليا ابتدوا يطوروا الموضوع شويه، مش من حاليا بس، يعني بعد الفتره من التجارب ابتدوا يتجهوا ان هم يحطوا زراعات الاسنان. زراعات الاسنان في بعض الناس عندها لبس ما بين زراعه والكبر الثابت. الزراعه احنا ما بنستعينش خالص بالاسنان اللي حوالين المنطقه اللي هي الفاضيه سواء سنه او اثنين او ثلاثه. احنا بناخد السنه نفسها، بناخد المكان الفاضي ذات نفسه مش السنه. المكان الفاضي مكان السنه اللي فاضي او السنتين او الثلاثه اللي فاضيين، وبنحط غرسه او جدر صناعي او شبيه الجدر الصناعي في المكان اللي فاضي ده، وبنحمل عليه سنه صناعيه. في بعض الناس فاكره ان الزراعه برضو ان انا بحط سنه بتطلع.
ما فيش حاجه اسمها سنه بتطلع، هي فكره الزرع هي ان احنا بنحط سنه وبنركب عليها السنه الصناعي بتاعتنا، هو بنحط جدر صناعي ونركب عليها سنه صناعي، ما بتزرعش زي ما بعض الناس بيفكروا. اه مجرد ما يقولوا زراعه يعني افتكروا ان هي فعلا زي زراعه الشعر. فعلا بعض الناس بيجيني في العياده بيقولوا لي هو الزرع ان احنا بنحط حاجه وبتطلع. فطبعا يعني ايه الناس عندها نفس في الموضوع ده بالظبط. فدي هي الفكره الاساسيه في حكايه الغرس او او زراعه الاسنان الحديثه. احنا بنحط جدر صناعي في العظم بتاع اللثه او عظم الفك من تحت اللثه، وبعدين بنحط عليها الاسنان بتاعتنا الصناعيه. طب يا دكتور برضو عايزين نعرف من حضرتك الموضوع زراعه الاسنان بتستغرق وقت قد ايه؟ والله ده حسب الحاله طبعا اكيد، يعني في حالات بتبقى الامور مستقره، خلع بقاله فترة والعظم بتاعه ثابت وكل حاجة فبنزرع على طول. وفي ناس بتبقى سنتها او السنة متواجدة في البقع وبتفشل فيها طرق العلاج المختلفة، فبنضطر ان احنا نستغنى عنها وبنحط الزرعة دي. فدي نوعين من الزراعة، هل هي السنة مش متواجدة من الاساس او السنة متواجدة وما فيش مش غير قابله للعلاج. السنه عدم وجود السنه، عدم وجود السنه والعظم دي بتبقى طبعا بالنسبه للمريض فيها مشكلتين او حاجتين بتعوقنا او بنحاول ان احنا ندرسهم قبل ما نعملها. حجم العظم اللي موجود في الفك، لان لما الانسان بيفقد السنه العظم بيتاكل شويه والتخانه بتاعته او الارتفاع بتاعه بيقل، سواء تخانه او ارتفاع بيضمر شويه. بالظبط. فطبعا دي بتبقى بنضطر ان احنا نعمل دراسه قبل ما نحط الزرعه ازاي نعوض العظم ده اذا كان محتاجين لتعويض العظم ده او كميه العظم اللي فقد نتيجه ان السنين عدت والسنين مرت والعظم ايه اقل في الحجم. او الحاله الحاليه دلوقتي الناس بقى عندها وعي شويه، لما بتبتدي ان نوصل لان السنان ما عندهاش قابليه للعلاج فبيفكر ان هو يزرع من قبل ما يخلع السنان. في الحاله دي احنا برضه بنعمل نفس الدراسه، بس بيبقى عندنا يعني ايه المجال اوسع شويه. حضرتك تزرع قبل ما تخلع الاسنان؟ انا ما بزرعش قبل ما اخلع السنان، انا بعمل البلان بتاع او الخطه بتاعت الزرع الاول قبل ما اخلع الاسنان عشان لما بخلع الجدر بيبقى فيه حجم العظم بحجم الجدر الطبيعي اللي موجود، فده بيساعدني ان انا احافظ على حجم العظم اللي متواجد في الفك. فحجم العظم ده في ناس كتير تقول لك طب انا مش مشكله اخلع بعدين ابقى ازرع. لا، حجم العظم ده بيفيدني في حاجات كتير قوي. ان الملامح الطبيعيه بتاعت وش الانسان هي بتبقى مدعمه بعظم الفك. فلما بيضمر عظم الفك في حالات لما بخلع عظم الفك بيضمر بيبتدي ياخد تجاعيد الشيخوخه، تجاعيد اللي هي بتبتدي الانسجه بتاعت الوجه تتهدل وتبقى فيها تجاعيد للشيخوخه. لكن لما بلحق ان عظم الفك بيبقى بحجمه الطبيعي وبيبقى عامل دعم او سبورت للانسجه بتاعت الوش، بحافظ على حيويه ونضاره الانسجه الخارجيه والشكل الخارجي الطبيعي. فده طبعا من الامور المهمه جدا ان انت لما تقرر ان انت تخلع فكر ان انت تستبدل الخلع ده او المسافه اللي فاضيه في اسرع وقت ممكن عشان ما تفقدش شكلك الخارجي وجمالك الطبيعي. طبعا الامور دي بتهم السيدات اكتر من الرجاله في حكايه ان هي تحافظ على نضاره وجهها ونضاره الوجه. احنا دلوقتي في الزمن احنا فيه يعني ما شاء الله الكل بيحب يهتم اصلا بالسنان. اكيد 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 بيهم كل من ده شيء يعني. ده شيء طبعا يعني من نتعرف عليه ان الانسان دلوقتي بيحب الجمال، لان ربنا جميل بيحب الجمال يعني. أكيد. فشيء طبيعي ان الواحد بيهتم بمظهره وشكله. وطبعا من الحاجات اللي هي بتحسن نفسيه الانسان ان هو بيبقى راضي عن شكله. الاسنان بالذات يا دكتور يعني اكتر حاجه بتكون ظاهره في الوجه، عشان كده الكل بيحب ان هو يعني اكتر حاجه يحب ان هو يظبطها. اكيد اكيد بالذات. اكيد. طب برضو يا دكتور عايز اقول لحضرتك يعني مين بالظبط اللي هو يقدر ان هو يقدم على زراعه الاسنان؟ هل اي حد ممكن ان هو او الحاله عنده تسمح ان هو يزرع الاسنان ولا ليها ناس معينه؟ خلينا بس نحط كده فئات معينة عشان ايه نقول ايه اللي قابل وغير اللي قابل. طبعا بالنسبة للناس اللي هي
محتاجه لزراعه الاسنان ما بتعتمدش على السن. السن او الحاله الصحيه بتاعت الانسان اللي عاوز يزرع او يستعيد سنانه. هي لها سن معين يا دكتور؟ طبعا ما لهاش سن معين، بس بنفضل طبعا بعد ما العظم يستكمل. اذا كان في حد من الشباب الصغير فقد اسنانه، ما بنحبش ان احنا نعمل زراعه قبل ما النمو الطبيعي الكامل للعظم، لان العظم والنمو بيغير. ودي من حالات مش كثيره بنصادفها، لان طبعا السن ده ما بيفقدش اسنانه بسهوله. الناس اللي برضو بتبقى متحفظه او ليها اسئله كتيره في حكايه السن، الناس الكبار السن، هل ينفع وانا كبير وعجوز وعظمي عندي هشاشه وعندي حاجات من دي؟ فبقول له لا، طبعا السن مش معوق بالنسبه لنا في الحاجات دي. كل اللي بيفرق معانا الصحه العامه، الحاله الصحيه من ناحيه السكر او هشاشه العظام او الحاجات اللي هي ممكن تكون بتاخر او بتقلل نسبه النجاح في الزراعه. لكن يعني ما بتمنعش انها مريض السكر طالما بيحافظ على سكره عادي وبيحافظ على نسبه السكر في الدم ويحافظ على اللايف ستايل بتاعه، بيعتبر طبيعي جدا بالنسبه للزراعه. طب برضو دكتور، عايزه حضرتك يعني هل لها مخاطر؟ هو طبعا من الاسئله اللي دايما بنتسالها في العيادات وكده، ان ايه يعني ايه؟ طب هي ناس كتير يخافوا منها برضه، يعني هو الجسم بيرفضها. هو الجسم بيقبلها مثلا، الجسم بيقبلها، طب هي ممكن تقبلها. هو الفكره في الموضوع كله ان هو ده مش حاجه عضو حيوي ممكن يلفظ بالجسم او المناعه بتاعت الجسم. احنا بنخاف من حكايه اي استعاضات للجسم في الحاجات اللي هي الطبيعيه مش الغير طبيعيه. الزراعه عباره عن معدن نفيس ليه قابليه ان الجسم يقبله، فما بيبقاش في نسبه رفض للجسم. اللي بيحصل ان هي بتبقى في عوامل ممكن تخلي الزرعه ما تستمرش، او يحصل لها ان هي تتلخلخ وتفقد. الحاجات دي بتبقى عوامل موضعية اكتر ما هي صحية. موضعية بمعنى ايه؟ ان المريض محافظ على الفترة بتاعت العلاج بتاعته كويسة، المريض محافظ على ان هو يبتعد عن التدخين، يبتعد عن بعض العادات السيئة. يعني نعم فندم، هي بتناسب برضو لما بيدخنوا معادي ممكن ما فيش منها ايه؟ لا، التدخين طبعا بتبقى يعني فيها تحفظ كبير، ان هي فترة اللي هي ان الزرعة تتثبت في العظم اللي هي بتبقى من 3 لـ6 شهور، بنفضل عدم التدخين. يعني التدخين بيأثر على ثبات التركيبة ذات نفسها او الزرعة ذات نفسها. في النظافة الصحية العامة، في بعض الناس بتقول انا فقدت اسناني فبزرع، فما بتهتمش بقى بالنظافه او الاهتمام بان انا اشيل الجير. طبعا العوامل اللي بتخلي السنان تقع هي نفس العوامل اللي ممكن تخلي الزرعه تقع، اللي يعني هي العوامل العادات تقع؟ عادات المريض ممكن تخلي اللي لسه تنكمش حواليها طريقه ممارسه حياته اليوميه بالظبط. فلازم طبعا يهتم بحكايه الزراعه والنظافه بالنظافه حوالين الزراعه، لان دي من الحاجات المهمه جدا ان يحافظ على استمراريه الزراعه في البقر، والعمليه تنجح بسلام وما يبقاش فيها اي مشاكل تانية ان شاء الله. اكيد مع دكتور حسام يعني لازم الدنيا تكون مظبوطه. يعني ما شاء الله دكتور، يعني احنا اصلا جايين لحضرتك ما شاء الله على السمعه الجميله بجد. الحمد لله الحمد لله. يعني وفعلا يعني برضه بقول لكل الساده المشاهدين، والله انا بقالي فتره فعلا والله يعني مكلمين الدكتور بقالنا شهور، واخيرا يعني سعيدنا جدا بلقائنا معاك النهارده يا دكتور. انا حضرتك شخصيه جميله جدا بجد والله. ربنا يكرمك. هو انا بحب بس اطمن الساده المشاهدين من حاجه، ان نسبه النجاح عاده في الزراعه بتوصل حاليا 99%. ما شاء الله. فيعني 99%، ال1% ده زي ما قلت لحضرتك بتبقى عادات بتغير من المجال حوالين الزرع، فهي دي اللي بتخليها تفشل. فالناس اللي بتهتم وتزرع وبتهتم بيمارسوا حياتهم اليوميه بطريقه طبيعيه دي 100% بتبقى عمليه الزراعه تنجح وما فيش منها أي مشاكل ولا اي ضرر. نشكرك يا دكتور، بس هنستأذن حضرتك، هنرجع نخرج فاصل ونرجع لحضرتك تاني. اتفضلي. مشاهدينا هنطلع فاصل صغير ونرجع لحضرتك تاني بعد الفاصل، انتظرونا.
لكم مشاهدينا بعد الفاصل ومكملين الحوار عن موضوع زراعة الأسنان مع الدكتور المتميز الدكتور الكبير دكتور حسام محفوظ. رجعنا لحضرتك تاني يا دكتور ومكملين مع حضرتك الحوار، فكنا برضو عايزين نكمل مع حضرتك، هل زراعة الأسنان يا دكتور بتكون مؤلمة؟ لا، هو زراعة الأسنان دلوقتي زي ما قلت لحضرتك بقت سهلة جدا وبقت ما فيهاش الخوف، ما فيهاش الالم ولا القلق بتاع زمان. زمان كنا بنضطر ان احنا نعمل الزراعات عن طريق ان احنا بنعمل جراحه، بمعنى ان احنا بنفتح اللثه وبنحط الدريلات بتاعتنا او الحاجات اللي هي بتتم بيها الادوات اللي بتتم بيها الزراعه، عن طريق ان احنا بنفتح اللثه خالص وبنحط الدريلات بتاعتنا في العظم وبعدين بنحط الزرع في العظم. دلوقتي الموضوع بقى اسهل من كده بكتير خالص، اللي هو دلوقتي بيسموه فلابليس او اللا جراحي، بمعنى ان احنا ما بنحتاجش ان احنا نفتح اللثه خالص. الموضوع بقى بسيط جدا، ان انت بتحضري بدون اي جراحه، بنبتدي زي ما حضرتك هتشوفي كده في الفيديوهات، ان احنا بنحط الدريل بتاعنا عن طريق عدم الجراحه، ما بنفتحش اللثه خالص، بنحطها وبنحط الزرعه بمنتهى البساطه بدون فتح خالص، بدون فتح خالص. دلوقتي زي حضرتك بالظبط نظام الخرامه بتاعت الورق دلوقتي بالظبط، هي حته خرم صغير جدا بنحط الزرعه بتاعتنا وخلاص، الموضوع بيبقى انتهي في دقايق. يعني مجرد الزرعه ممكن تاخد من 7 ل 12 دقيقه بكتير. ايه يا دكتور، يعني ما بتاخدش الوقت الكبير زي زمان ان احنا بنضطر نفتح ونعمل جراحه وخياطه وحاجات كتيره. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان ان زمان كنا بنضطر نعمل بعض الحالات تخدير كلي وغرفه عمليات وتحضير جنب. دلوقتي العمليه بتتم على كرسي في العياده خالص من بنج موضعي زيها زي خلع السنان. يمكن دلوقتي بعض المرضى بالظبط زي ما حضرتك بتقولي كده، بعض المرضى بعد ما بيخلصوا عمليه الزرع بيقولوا دي اسهل من الخلع. اكيد طبعا بطريقه كلام حضرتك دي، يعني كل بالزبط. يعني السلسله وخصوصا كمان لما بيبقى في جلسه، زي ما قلت لحضرتك في الفقره الاولانيه، ان احنا لما بنبقى مخططين ان احنا بنحط الزرعه مع سنه غير قابله للعلاج، فبنشيل السنه في نفس اللحظه وفي نفس التوقيت، بنشيل السنه اللي هي مش قابله للعلاج دي وبنحط الزرعه مكانها في نفس الجلسه وبنفس البنج، فبتبقى العمليه سهله جدا. يعني الانسان بيخش يخلع ويزرع بتاع سنته في جلسه واحده. يعني الاثنين مع بعض دكتور في جلسه واحده؟ الاثنين في جلسه واحده. يعني مش يقول لا استنى شويه، لا 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 خالص. انا قلت لحضرتك في الفقره الاولانيه ان احنا بنبقى حابين ان احنا نحتفظ بكميه او حجم العظم قبل ما العظم يتغير او يحصل فيه اي تغير. فاحنا دي طبعا المدرسه الجديده في الزرع، ان احنا بنحط الزرعه في نفس توقيت الخلع على اساس يعني يبقى نستفيد بكميه العظم اللي موجوده في الفك بدل ما هو يضمر وينكمش. طب يا دكتور، لو في مثلا مواصفات معينه الشخص هيقوم بزراعه الاسنان، حضرتك تكون ايه هي؟ مفيش مواصفات محدده، يعني لو قلنا قبل كده على سن يعوق غير هو بس فتره النمو، ان احنا ما بنحبش فتره النمو بس عشان يكون العظم اكتمل بالظبط، يكون النمو اكتمل والعظم ما يحصلش فيه اي تغييرات. هي دي التحفظات الوحيده اللي يكون بس ما يكونش فيها هشاشه كبيره في العظام. ودي يعني ايه بنتغلب عليها ساعات ببدائل العظام، ان احنا بنحط بدائل العظام ونبتدي نشتغل بيها، ودي طبعا يعني ايه مجال كبير قوي في حكايه بدائل العظام. لما بتبقى زي ما قلت لحضرتك قبل كده في فقره اولانيه، لما بيحصل انكماش في العظم فاحنا بنضطر ان احنا نحط بدائل للعظم او مساعدات ان العظم يكون مره ثانيه. دي بمواد صناعيه، وساعات بنستخدم مواد طبيعيه من الجسم ذات نفسها او عظم طبيعي من الجسم من اماكن محدده، بنضطر ان احنا نحط نكمل العظم اللي هو انكمش فيه. فيا ريت الناس ما تضطرش او تلجا للزراعه في التوقيت المناسب، ان هي ما تكونش فقدت كميه كبيره من العظم بتاع الفك بتاعها ونضطر ان احنا نستخدم عظم. لما بتبتدي ان انت تاخد قرار الزرع في توقيت مناسب فبتبقى العمليه اسهل من ان انت بتاخر قرار الزرع بتاعها. كل ما كان الوقت قصير كل ما كانت العمليه انجح والموضوع مشي معاه بدون اي مشاكل. وطبعا كمان يا دكتور ممارسه حياته اليوميه،
دي برضو من اهم الاسباب نجاح عمليه زراعه ال في بعض الاسئله برضو، ده سؤال مهم حضرتك بتقوليه، ان في بعض الناس بتبقى متخوفه ومتحفظه ان هزرع طب وهقعد في البيت والشغل والاجازه. لا، عمليه الزرع ما بتعوقش ان انت تنزلي شغلك، انت بتنزلي بعد ما بتعملي عمليه الزرع بتنزلي بتسوقي عربيتك، بتركبي مواصلاتك، بتعيشي حياتك الطبيعيه، بتمارسي حياتك الطبيعيه جدا، مفيش اي معوق ان هو يعوقك عن الشغل. طب بالنسبه دكتور للبنج بقى، يعني الموضوع هيكون بنج يعني، ما انا قلت لحضرتك في يمكن في الاجابه في السؤال اللي فات ان احنا قلنا ان زمان كنا احيانا في بعض الحالات بنستخدم بنج كلي، لكن حاليا ما بنبقاش مضطرين ان احنا نستخدم بنج كلي على الاطلاق. معظم البنج عادي موضوعنا 90 او او 95% من الحالات بتبقى بنج موضعي. بس نسبة نجاحها يا دكتور مع طبعا ممارسة الحياة اليومية المظبوطة، وطبعا لو في مثلا أي عرض في الجسم ولا حاجة أو مرض وهو مظبط الدنيا تكون نسبة نجاحها عالية، ولا هي ممكن لو هو مظبط كل حاجة ممكن برضه ما تنجحش؟ والله لا، هو مظبط كل حاجة دي وما تنجحش دي هتبقى يعني شبه مستحيلة، لكن طالما مظبط نفسه ومهتم بالنظافة وكرر تاني، والتدخين بيبقى عامل، التدخين مهم جدا ان انت ما تستخدميش التدخين او يعني تبطلي التدخين في فترة الزراعة دي، بتبقى حاجة مهمة يعني. بتبقى صعبة يا دكتور يعني، حتى غير أي حاجة طبعا، غير حتى كمان مثلا هو يكون مريض أو مريض سكر أو كده، موضوع التدخين بالذات هو اللي بيعوق موضوع زراعة الأسنان يعني لو هو ما حافظش عليها. هو بص، احنا بننصح دايما بعدم التدخين على العموم في كل شغل الاسنان او كل الصحه العامه بتاعت الجسم، لكن طبعا في بعض الناس زي ما حضرتك بتقول كده ما بيبقاش قادر ان هو يبطل التدخين او بيستمر في موضوع التدخين، فبنقول له ابعد بالتدخين عن فتره الزرع. طب يا دكتور يعني، طب يعني عارفين طبعا معظم الرجاله يقول لك ده يعني حتى بيعدي شهر رمضان ده، يقول لك يعني انا على قد ما بحب شهر رمضان بس المشكله الموضوع التدخين. والله مش انا في حلول، بس مش عاوز اعرضها عشان ما تبقاش عامه. ما برضه اصل في ناس يا دكتور يعني التدخين ده بيبقى خلاص، ما انا بقول لحضرتك عشان ما بقاش مشجع للتدخين، في حلول بس ما احنا كلنا مش مشجعين للتدخين يا دكتور، لان طبعا احنا كلنا عارفين ان هو بيضر الصحه يعني. اكيد اكيد. تمام يا دكتور. برضه يا دكتور عايزه يعني حضرتك برضه، هي بتكون لها عمر افتراضي يعني، هي ممكن انا عملتها بتدوم معايا يا دكتور، ولا انا ممكن يحصل اي مشكله وارجع اعمل الموضوع؟ بص هقول لحضرتك حاجه، هو يعني هو السؤال ده يعني شامل حاجتين، هل هي عمرها الافتراضي طويل او هي يعني فور ايفر او على طول او على طول. دي الاجابه المفروض بتدوم مع الفك ومع الانسان المفروض على طول، لكن هل هي لما بتبوظ بنقدر نعالجها تاني؟ ده الشق التاني من السؤال بتاع حضرتك. فهو لما بيحصل في خلل ما بسبب العادات اللي قلت حضرتك عليها، ان اللثه بتنكمش او بيبتدي يحصل فيها لخلخه نتيجه ان عدم الاهتمام بالنظافه وعدم او الحاله العامه والعادات السيئه اللي كانت نتج عنها ان السنان فقدت استمرت بعد الزراعه، فبرضه هتبقى هتعرض العادات اللي هي السيئه اللي بيعيشها الانسان، ممكن تعرض الزرعه ان هي تختل وتبتدي تتلخلخ. في الحاله دي برضه بنحط فيها علاجات زي ما قلت لحضرتك، فيها بدائل للعظام العظم ذات نفسه يعني، وفي بدائل كمان للتثبيت بعد ما الزرعه بيحصل لها اي خلل. الموضوع بسيط والموضوع ما فيهوش اي قلق. هو اهم حاجه طبعا اللي حابب ان انا اطمن الناس فيها ان ملهاش اي اعراض جانبيه، ملهاش اعراض جانبيه على الصحه العامه، ملهاش اضرار او علاقه بالمناعه بتاعت الجسم زي بعض الاعضاء الحيويه، ملهاش تحفظات كبيره غير ان احنا نعدل عاداتنا في طريقه حياتنا واللايف ستايل بالنسبه لنظافه البق. يعني هي يا دكتور برضو خلاصه القول يعني، هي مش زي اي عضو في الجسم، لما احنا مثلا بنحب مثلا في اي حاجه لا قدر الله في اجسامنا مثلا بنعمل لها بديل، ما بنحتاجش ادويه مناعه زي بعض زراعه الكلى او الكبد، او ما بتحتاجش ادويه مناعه، ما بتحتاجش اي مساعدات للمثبطات للمناعه والحاجات دي. هي مجرد حاجه بنزرعها
الجسم بيتقبلها بنسبه 100%، اللي بيحصل فشل فيها زي ما قلت لحضرتك العادات بتاعت البشر، العادات اليوميه. هي يعني يا دكتور في الاخر يعني خلصت الموضوع كله، احنا طول ما احنا ماشيين بالعادات اليوميه بتاعتنا كويس جدا وبنحافظ بالزبط. الموضوع هيمشي معانا ووزاره الاسنان تدوم، مش هنضطر ان احنا نرجع لها ونرجع لها ونعيدها من اول وجديد. بالظبط. الحقيقه دكتور والله يعني انا مستفاده جدا، مستمتعه والله جدا جدا، مش عايزه الحلقه تخلص والله، واستفدت جدا. وانا فاكره كنت زراعه الاسنان فعلا الموضوع كبير جدا وصعب، انما ما كنتش متخيله ان ده كده اسهل بكتير كمان من خلع يا دكتور. هو دلوقتي ما بقاش في تخوف منه مع كتير من الناس، وخصوصا اللي جربوه واللي بينقلوا تجربتهم دي للناس التانية، فبيبقى في تشجيع جامد بالنسبه للزراعه عن التركيبات. لان التركيبات مشكلتها الاساسيه ان انت بتبتدي تفقدي اجزاء من السنان الطبيعيه، لكن دي احنا ما بنجيش ناحيه السنان الطبيعيه في حاجه، فانت بتحتفظي بحاله السنان الطبيعيه وفي نفس الوقت بتستعيد الحته الفاضيه او السنان الفاضيه اللي موجوده. لا الحقيقه يا دكتور احنا بنشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمه، وحلقه جميله جدا جدا بجد والله، انا استفدت فيها. وكمان يعني الاجمل من الحلقه يا دكتور ان انا سعيده بتواجدي مع حضرتك بجد. يا اهلا وسهلا، حضرتك شخصيه حاجه شرف لينا، انا سعيده فعلا بوجودك. يا اهلا وسهلا بيك. يا اهلا بنشكر حضرتك يا دكتور، وان شاء الله مكملين الحوار مع حضرتك في الموضوع الثاني ان شاء الله باذن الله. يا اهلا وسهلا، بنشكر حضرتك. تحت امرك في اي وقت واي موضوع بالنسبه لطب الاسنان، احنا دايما يعني سعدنا ان احنا نقدم المعلومه السهله المعلومة الحقيقية للجمهور والمشاهدين. مشكرة جدا دكتور على اللقاء الجميل ده والممتع، شكرا لحضرتك. مشاهدينا طبعا احنا بنشكر دكتورنا الكبير جدا دكتور حسام محفوظ على هذا اللقاء الممتع، وطبعا اي حد حابب يتواصل مع دكتور حسام طبعا ارقام الدكتور وعناوين الدكتور متواجده على الشاشه قدام حضراتكم. ومش عايزه اقول لكم والله يعني هو دكتور حسام فعلا دكتور متميز وشخصيه جميله، واي حد حابب ان هو يقدم على موضوع زراعه الاسنان، احنا كلنا كان عندنا خوف طبعا من الموضوع ده، بس الصراحه مع دكتور حسام يعني الموضوع خلاص يعني من ابسط ما يكون. فبنشكر جدا، وان شاء الله مكملين مع الحوار في موضوع جديد جدا في برضو عن الاسنان ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله. بنشكر مشاهدينا الدكتور الكبير حسام محفوظ استشاري جراحه الفم والاسنان، ماجستير جراحه الوجه والفكين وزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الالمانيه لزراعه الاسنان. بشكركم مشاهدينا، وان شاء الله على لقاء في حلقه جديده من برنامجكم نور الحياه. كانت معكم نيال الخولي، في امان الله.